طيب كذلك أعتقد إن هو اللون كمان الأزرق بيديني أصفر كتير، فممكن حاليا أقلل الأزرق وألمح كده بعيني هل الأصفر بيقل ولا لأ. أعتقد الموضوع بيفرق في الأصفر، فهبقى محتاج إن الأحمر هو اللي يكون أكتر حاجة عندي، فممكن أروح بالشكل ده أزود الأحمر، ممكن أزود ارتفاعه أكتر. كان هو كده صفر، ممكن اخليه مثلا على سنتي مثلا، هو طبعا كده بيرفع لي البلوك نفسه يعني. تمام، ممكن ازود السكيل بتاعها بصفة عامة بالشكل ده برضو، اللي هو هو بيكبر لي السكيل كله، بس انا عشان عندي الاحمر اكتر فبيبان هو الاوضح بالنسبة لي، ده هيكون أفضل من أن أعمل لها موف لفوق وبعد كده يواجهني مشكلة إن هي بتبقى أعلى وواضحة، ممكن تبقى واضحة معايا في الريندر. ممكن ناخد ريندر بالشكل ده كده نشوف المنطقة دي كلها. أفضل، بس طبعا عندي هنا الارتفاع طبعا اللي انا خدته اللي هو سنتي او ما يكون، اللي هو بالنسبه لي بيغطي الاخضر الكتير ده اللي هو الاعشاب الطويله دي. طبعا هي في الريندر بالكواليتي الافضل هتكون باينه معايا. العالي ده لما انا برفعه لفوق بيغطي لي فعلا على الاصفر شويه، ولكن هو بيبان عندي من بره من هنا. فدي قدامي حل من اتنين، يا يعني ان انا هاخد السبلاين بتاعي شويه لجوه فبالتالي الجزء ده هيدخل جوه، او ان انا في الفوتوشوب هبدأ ان اعدل على الحتة دي فوتوشوب واعدل على الجزء ده فوتوشوب. طبعا اللي قدام الكاميرا هنا تحت ده هحاول اخده لورا خالص، اللي هنا ممكن اخده يمين شوية وده شمال شوية بحيث الموضوع يبقى افضل من كده. خليني هطلع دلوقتي توب. طبعا التحكم بيكون من على السبلاين الاساسي اللي هو الارض نفسها، هو ده السبلاين ده هو ده اللي انا بتحكم بيه. فهروح على السيجمنت بتاعتي، هروح هنا طبعا الجزئين اللي هما الحمر اللي ده وده هو اللي بالنسبة لي اللي هو خارج بره. فلو هقدر ان انا اتعامل شوية بالفورست، انا اغير شوية طريقة التوزيع، فممكن اشوف طريقة توزيع تانية تحاول على قد ما اقدر ان انا يكون المشهد بتاعي كله كويس. هلاقيكم دي قفلت هنا وقفلت هنا، ممكن ارجع تاني للسبلاين. كان بس انا لو سحبت كده ده هل ده هيسبب مشكلة؟ كذلك من هنا، كذلك مش محتاج انا بقى خالص الجنب ده يبقى بارز عندي في الكاميرا. من هنا مش محتاجه، كذلك الجزء ده. طبعا ممكن اخد عادي اللي هو البلاطة بتاعتي بتاعت النجيلة دي، ممكن اخد منها كلون عادي، اقول له كلون كوبي بحيث انه ممكن اخدها موف لفوق سنة بسيطة او موف لتحت، بس خليني هقول ان انا هطلعها موف لفوق. ما بحاول على قد ما اقدر ان احل المشاكل الموجودة باسهل الطرق اللي ما تاخدش وقت، في نفس الوقت ما تديليش مشاكل كتير في الفايل او الفايل يتقل معايا. فراح على السيجمنت هنا، ممكن اخد دي هنا كده. طبعا الطبقة اللي فوق بغطي بيها عادي بدون ما الفورست
يزيد معي. تمام، لان انا اخدت منها نسخه، النسخه اللي انا اخدتها ما بتتحكمش معايا في الفورست، فبقفل بها الحتت اللي محتاج اقفلها. كذلك محتاج ان اغير شويه درجه لون النجيله اللي في الارض، فممكن اروح على الماتيريال نفسها واعملها color correction. تمام، بيتماب، اقول له maps general، اقول له color correction، اقول له اوكي. هعمل شو بس عشان اشوف الموضوع معايا، ممكن اديلها شويه كونتراست اكتر كمان. حاليا هاخد باس ساتوريت، ممكن لو حاسس انه السكيل بتاعها كبير ممكن اخليها هنا 300 في 300. يهمني ان هي تبان نجيلة في الارض، ما يبانش معايا مناطق سودة. ممكن حاليا اخد كده، طبعا كل الكلام ده ممكن هيختفي معايا اصلا، يعني الدرجات الصفرة دي ممكن هتختفي معايا بالاشجار او الشويرات الصغيرة اللي هحطها او النخيل اللي هحطه، ممكن كمان تختفي معايا في الفوتوشوب، فمش هشغل بالي بيها قوي. الموضوع هنا ممكن يبقى باين معايا مش لطيف في الجزء ده، فممكن اعالجه فوتوشوب. لو انا مضطر ان انا محتاج ان انا استخدم فعلا الجزء اللي هو المرتفع ده يبقى افضل مرتفع شوية، فممكن اعالجها فوتوشوب عادي مفيش مشكلة. بس يعني اظن ان هنا هو كده في افضل حاجة، ممكن في الفوتوشوب بنعالج الحتة دي كلها. هنا برضو احنا في افضل الاحوال، كذلك ده ماشي مفيش فيه مشكلة. تمام، احنا كده ممكن نقفل بقى على طول. ممكن بس نظبط في الاضاءة اكتر من كده شوية، بس مع بقى ان احنا ندخل شجر، ندخل نخيل. فممكن نروح دلوقتي للموديل بتاعتي، هبتدي ادخل دلوقتي النخيل بتاعي. ممكن طبعا تبع ما انت محتاج، ممكن ندخل المجموعة دي هاخد كل الماب، كنترول سي هاخد عندي في الفولدر بتاع المابس بتاعي، بعد كده هاخد اللينك بتاع البلوك بتاعي وهروح هنا اقول له فايل امبورت ميرج، كنترول في انتر، هسلكت على البلوك اقول له اوبن. انا محتاج الاربعة بحيث ان انا هستخدم العالي والواطي. تمام كده، هقول له تي. طب هاخدها موف الاشجار دي ورا، ممكن اضغط بس حرف 7 في الكيبورد بحيث ان انا اشوف البوليجون عندي كام. طبعا ده انا باخد بالي في الرمات عندي والكارت الشاشة بحيث ان الفيو بورت بتاعي ما يتقلش. اعتقد ان هم داخلين في مكان اصلا مناسب، تواجدهم هنا مناسب. ممكن بقى اخد كل جزء فيهم، طبعا مهم ان يكون كل جزء فيهم كتلة، يعني سواء ايديت بولي او ايديت مش يبقى كتلة لوحده بالشكل ده. هاخد كل كتلة فيهم اعملها بري مش اكسبورت، هختار المش بتاعي هيكون موجود فين فهحطه في نفس المكان بتاعي ماكس ماب. ممكن اقول له هنا انا محتاج مثلا اعمل كوبي لفري مش دي واعمل فولدر هنا سميه فري مش، اعمل سيف كده خلاص. هو يعمل لي سيف في الفولدر اللي هو الفري مش داخل المابس بتاعي، هقول له اوتوماتيك وهقول له اكسبورت. طبعا هنا احنا عند 9 مليون، قلت له اوكي بقينا 8700. طبعا عشان انا يعني هكبير منهم كتير فمحتاجهم كلهم يبقوا مش،
بالشكل ده. طبعا لو هشتغل ليلي قبل ما بكبيرهم بحط معهم مثلا فيري اي اس او سبوت، بحيث انه وانا بكبير يبقى الكلام كله كوبي انستنس من اول مرة، مرجعش اوزع تاني اضاءة. فكانهم هنا كويس، ممكن بس نقفل بعد كده في النهاية ببيت هنا، او ممكن من دلوقتي كمان ناخد الفيلا دي هنا بحيث انه يبان معايا في الفيو بورت عندي في الكاميرا في المشهد انه ده فيلا مثلا على بعد. هبص عليها من الكاميرا، طبعا قريبة قوي مش محتاجة كده. وليكن مش محتاجة يبان منها تفاصيل، ده يعني لو جزء كده هيبقى كويس، بس اللي هو يبقى قافل معايا السين، ما يبقاش انا شايف الى ما لا نهاية كده ورا. ممكن اقفل كمان هنا بشجرة فما تبينش ملامح قوي الكتل اللي ورا، لانه بيبقى فيها اعتراضات شوية انت بترندر ايه في المكاتب خصوصا، يعني انت يقولك انت بترندر لفيلل مش بتاعتي ليه. فإلى حد ما بحاول ان انا اشوهها بشوية شجر بس يكون المشهد بتاعي كويس، كذلك الجنب التاني. بس قبل ما اروح على الجنب التاني محتاج هنا اعلى شجرة فيهم، اعلى نخلة دي محتاجها بس كده سريعا عشان اظبط بيها هنا الاضاءة بتاعتي. ممكن كمان اخدها انستنس، بحيث لو انا جيت لعبت في البروكسي ده، لو انا قلت له مثلا محتاجه مش بالشكل ده فالتانية تظهر معايا، ولكن الموضوع يعني احنا مش بنعمل مدينة، احاول ان انا اخدها معايا في السين بالشكل ده. تمام، ممكن اعملها سكيل. طبعا انا بعمل موف بالموف من هنا، لما كنت بعمل موف كنت بعمل موف من هنا كده، لما بعمل حاليا سكيل فبعمل سكيل من هنا بالشكل ده. تمام، ده لو انا محتاج اعمل سكيل في اي اتجاه. لو انا محتاج كمان اعمل لها روتيت فهعمل لها روتيت بالشكل ده او كده. تمام، طبعا كل ده متوقف وقت الرندر يعني. طيب خلينا دلوقتي هنبين اللايت وهنطلع طب، بحيث ان انا محتاج اتحكم شوية في الشمس، فهعمل للشمس اوبن. طب هي مفتوحة، طيب هاخدها بس فوق شوية، خليني هروح من هنا ناخدها فوق سن بسيطة كده بالشكل ده. كمان بدل بوينت واحد هخليها بوينت اتنين. هاخد تيست. في النهاية ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتنزل تحت في الديسكريبشن تبص على المصادر وتشوف الفيديوز اللي فاتت وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك الجديد. شكرا.